هنروح لامر تاني يخص النادي الاهلي، الكره الطائره. الكره الطائره اتحاد الكره الطائره، انتوا عارفين طبعا دي لجنه مؤقته بتدير الاتحاد، وخلاص الانتخابات داخله وبدات المرشحين تقدم اوراقها وبيقدموا طبعا قوائم، وفي قوائم نازله وفي مجموعه يعني قدمت ومجموعه لسه ما قدمتش. ولكن اللي توقفنا عليه امر غريب شويه، القيد انتوا عارفين طبعا بيبقى فيه ميعاد، فيه ديدلاين للقيد، او يعني نهايه او خط بعديه او تاريخ ما ينفعش تقيد بعديه، نهايه القيد. نهايه القيد بيبقى موجود في كره القدم، موجود في كل حته، كل الاتحادات. الاتحاد من فتره، اتحاد الكره الطائره واللجنه المؤقته، قدم او قال ان في قيد يقفل 1/10، يقفل 1/10. كل الانديه التزمت، النادي الاهلي ابعد قائمته والتزم، واغلب الانديه التزمت. فوجئنا بخطاب هعرضه على حضراتكم دلوقتي، خطاب ارسل لكل الانديه او كل اعضاء الجمعيه العموميه او كل المشاركين في الدوري الممتاز بمد فتره القيد. هذا هو الخطاب، بمد فتره القيد 14/10 لمده الاسبوعين. المستفيد الاول من هذا المد هو نادي الزمالك، قولا واحدا انا بقولها بقى كده، وايه عشان الناس تبقى ايه بكل صراحه، ما عنديش حاجه اخبيها. المستفيد الاول هو نادي الزمالك لقيد المحترف بتاعه كاميروني. طيب انا ما عنديش مشكله خالص على فكره، يعني ده يعني ده تنافس، وكمان في صفقات جديده جايه لنادي الزمالك، يعني هو مش المد كان اسبوع بس، لا ده اسبوعين عشان صفقات لسه بيتعاقد معاها، ولاعب الكاميروني المحترف كمان متعاقد معاها. السؤال هنا، ماذا لو كان العكس؟ ماذا لو كان العكس؟ ماذا لو كان النادي الاهلي هو اللي محتاج وقت عشان يسجل؟ احنا على فكره ما بنعترضش، والله انا ما بقولش حاجه، انا بقول ماذا لو كان العكس؟ ماذا لو كان القيد تم مده اسبوعين عشان النادي الاهلي يسجل صفقاته؟ تخيلوا ايه اللي كان ممكن يتقال وممكن يتعمل؟ على فكره احنا ما عندناش مشكله خالص، احنا بنلتزم بالقوانين واللوائح، مد مش مد، قفل فتح باب، النادي الاهلي بيلتزم بكل القوانين واللوائح اللي بتتبعت له من الاتحادات. ولكن السؤال مطروح على حضراتكم، ماذا لو كان العكس؟ لو كان فتره القيد تم فتحها او مدها خصيصا للنادي الاهلي. وطبعا كان هيتقال كلام وهيتعاد، ولكن احنا بس بنحط ايه؟ ميمو. يا جماعه بصوا شايفين اهي، عشان يعني في مواقف بتحصل يقول لك اصل النادي الاهلي وبيحصل وبيسوي، والله العظيم احنا انا بقول الكلام ده، انا لعبت في النادي الاهلي وعارف. النادي الاهلي قبل كل سنه بيمسك اللائحه يقراها، وعلى فكره في كل الاتحادات، يعني شفتوا اتحاد السله بعد ما في قرار اتاخد انه يقلص عدد اللعيبه اللي اتنقلت، والموضوع ده خلينا نتكلم ما اتحصلش الا بعد ما الاهلي عمل موسم تاريخي في انتقالات السله، بعد ما الاهلي جاب عمرو الجندي وعمر طارق وغيره وغيره وغيره، جاب احمد حمدي من بره، وعمل تعاقدات خمس ست لاعبين كان السنه اللي فاتت. بعديها باسبوعين ثلاثه طلع اتحاد السله عمل قرار قال لك اي فرقه اول الدوري ليه صفقه واحده، الثاني كان طبعا كل الافكار او كل الامور صراحه ان الاهلي هيكسب الدوري، فيبقى الاهلي الموسم اللي بعده ياخد ايه؟ صفقه واحده. يشاء المولى القدير ان النادي الاهلي ما ياخدش الدوري، ويبقى النادي الاهلي يجي الموسم اللي بعده يعمل له ثلاث صفقات تانيين. الانديه اللي كانت مرحبه بالقرار جم قال لك لا يا عم احنا عايزين القرار ده يعني يتم الغائه، وابتدي انا حر، انا عايز اتعاقد، انا عندي يعني لعيبه مشيت ولعيبه راحت جامعات ولعيبه اتصابت ولعيبه احتمال تحترف، لو سمحت الغي لي القرار ده. لولا ان الموضوع كان هيبقى غريب جدا، كان ما تعرفش كان ممكن يحصل ايه. حصل اجتماع والاتحاد السله جاب الفرقه واتكلم معاهم. انا قصدي اقول لكم انه ماذا لو العكس، احنا ما بنقولش ان في حاجه حصلت غلط او بتاع، بس احنا بنقول ايه العكس اللي يحصل، بس لحضراتكم الاجابه وتعرفوا قد ايه النادي الاهلي. النادي الاهلي جاله الجواب زي اي نادي، ما اعترضش خلاص، المنافسه في الملعب والمنافسه احنا في الملعب وهننافس، وفرقتنا الحمد لله كويسه وان شاء الله ننافس على البطولات، ولكن احنا بنسجل موقف قد نحتاجه بعد كده.